تعرضت للاعتداء اللي هو كان ماشي غير شنيعة، شي حاجة اكثر من شنيعة، من طرف انسان اللي كتعتبر انه مسؤول على فريق اللي هو عريق بزاف، وهذا الفريق كبر منه بزاف، فريق اللي هو كيمثل الحي محمدي وساكنة عين السبع كلها والحي محمدي وسيدي مومن وهذه المنطقة كلها ديال عمالة مقاطعة عين السبع الحي محمدي. والمشكل هو ان هذا الشيء اللي دار مسألة بسيطة بزاف، دار منها شي حاجة اللي مشكل كبيرة اللي ضرتني في حياتي، اللي عمرني ما انتظرت راسي بأنني غادي نتوجه ليكم كصحفيين وكإعلاميين وكمنابر إعلامية باش نعطي الشكوى ديالي. هاد السيد تكرفس عليا من النهار اللي جيت هنا وحطيت رجليا مدة ديال شهرين، وأنا تنتعرض للتحرشات ديالو والاعتداءات القذفية من النهار اللي جيت. ولكن نهار الجمعة دار لو ريزومي ديال هاد الشيء كلشي وعطاني. الصباح سلط عليا داك العساس ديالو، والسبب كان هو باب بسيط ديال سميتو ديال المقصف، يعني مقصف ما عندكش الحق انك تلحق ليه الا ما عندكش ترخيص، يعني اي مساله ديال الاداره حنا مسؤولين عليها ما عندكش الحق تلحق ليها. هو قال لك لا، خصهم هما يحطوا يديروا وضع اليد على هاد المرافق كلها اللي كاينه في هذا المركب. المركب ما ديالش الطاس، المركب اسميتو العربي الزاولي. العربي الزاولي براسو كون كان حي ما كانش غيقول هدف ملكي، حيت هذه معلمه من المعالم ديال الدار البيضاء. هذا تابع للنظام ديال الجماعه الحضريه للدار البيضاء تحت تسيير مقاطعه عين السبع. يعني اي فرقه عندها الترخيص ديالها ممكن تدخل، واي واحد عنده الترخيص ديالو باش ياخذ شي مرافق من 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 هذا المركب من حقه، ما يمكنش انك تقلع عليه. والدليل على ذلك هما واخدين مرفق كجمعيه، كجمعيه الاتحاد البيضاوي عندهم مرفق، اذا انت هما ممنوع عليهم يدخلوا هنايا، ممنوع عليهم. طيب بعد الاعتداء شنو المآل اللي مشات فيه القضيه ديالك؟ المآل اللي مشات فيه القضيه قضائيه. مشيت رفعت الدعوه ديالي، لحقاش انا ديك الساعه مشيت في حاله هستيريه، جاتني لومبيلونس لان هزاتني، يعني كون كنت في حالتي الطبيعيه ما كانش غادي مشيت في حاله يرثى لها، في حاله هستيريه. خديت شهاده طبيه كتبت العجز ديالي، ومشيت للجمعيه ديال مشيت للخليه ديال المحكمه ديال النساء المعنفات، استقبلوني مزيان، خداو لي حقي، ومشيت عطيت الاقوال ديالي في الشرطه، حتى هما استقبلوني مزيان الله يجازيهم بخير. من هذا المنبر هذا كنشكر اي واحد ساندني واي واحد دعمني. وكنستسمع على النهار الاول اللي بكيت، لحقاش راه كنت في اقصى انهيار ديالي. خوتي وخواتاتي سمحوا لي، لحقاش هذيك ماشي هي الشخصيه ديالي، انا انسانه قويه، انا من طبعي ماشي بالسهل انني نكاسر، ولكن هذا السيد هذا استفزني للدرجه اللي خلاتني انني انهاريت. ماشي بالسهل انك انت كتخدمي وكتقومي بالواجب ديالك وكتقومي بالحاجات ديالك على احسن ما يرام، وكتسهري على هاد الناس هادو من الصباح حتى للعشيه. انا كنتغدى هنايا، انا ما كنمشيش حتى لداري، بعض المرات كنبقى هنا حتى لثمانيه العشيه، وكنشد الطريق مع انني انايا الظروف ديالي ما كتسمحش لي انني نبقى مريضه، يعني انسان ديابيتيك وعنده طونسيون خصني ناخذ دواء الوغ، ومع ذلك كنقول لا خصني نضحي. جيت لهذا المرفق هذا رياضي، والرياضه يعني اخلاق، يعني ملي كتجي عندنا ناس رياضيين كتلقايهم حيدوا كاع دوك المكبوتات وحيدوا كاع دوك الشحونات الكهربائيه السالبه، يعني كتجي عند ناس رياضيين متفتحين، ناس نقيين. انا هاد الكومبلكس هذا باش نصحح المعلومه، انا راني خدمت فيه وانا بقى دريه صغيره. هاد الكومبلكس هذا راني خدمت فيه مع ناس اللي كانوا بصح كيعرفوا شنو هو التسيير، وكيعرفوا شنو هي الكره، وكيعرفوا شنو هي الرياضه. معمرني ما قلت انا تعرضت لشي حاجه خايبه، علاش ما نقولهاش ديك الوقت وانا بقى دريه صغيره؟ غنجي حتى لدابا وانا عندي نصف قرن وما يزيد ونقولها. هذه سي كونتراديكسيون اللي ما تتقبلش. من هذا المنبر ديالكم ومن هذا الشيء اللي وقع ليا ومن هذه التجربه اللي خديت، كنشكركم جميعا. راكم ما كدوزوا حتى شي واحد، جميع المنابر الاعلاميه وجميع الاقلام النظيفه وجميع الصحف اللي بصح عندها غير على هذا الوطن، انا كنشكركم جميعا. خديتوا بيدي، واكيد انكم غتاخذوا باي امراه خرجت بحالي للاعلام وكتقول اودي بركه بركه. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نقول مره اخرى للسي القجع، يبدل بحال هاد الناس المسؤولين اللي ما عندهمش الروح ديال المسؤوليه. كناشدوا وكنعاود ناشدوا وكناشد الاميرات والبرلمانيات والوزيرات والجمعيات والمجتمع المدني، وكناشد جميع الناس اللي عندهم غيره علينا حنا العيالات. راه حنا يمكن حنا هما المجتمع، راه حنا كنديروا النص وكنربيوا النص الاخر.
كنتمنى ان تكون هذه الرساله ديالي توصل لجميع العيالات وما يبقاوش يحشموا. غنحيدوا هذا لو طابو. هذا السيد راه ما عايرنيش بوحدي، عاير لي خواتاتي وعاير لي امي الله يرحمها وعاير لي المغربيات كلهم وعاير بنات الحي محمدي كلهم وعاير كل من هي امراه شريفه عربيه. راه عايرنا هذا السيد، هذا السيد راه سبنا كل شيء في شخصي انا، وكنبغي الناس ياخذوا لي حقي من هذا السيد هذا، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. وكنقولها وكنعاودها، راني تابعه تناخذ حقي وراني ما متنازلاش. شكرا.